شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى زوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. أعزائي المشاهدين على السلامة ومرحبا بكم، كيف كل ليلة نتقابلوا معكم من خلال توق الياسمين، تكونوا حاضرين في اغلب التظاهرات والانشطه الثقافيه اللي تعيش على وقعها بلادنا. حصتنا الليله بدات، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لطوق الياسمين. الانشطه الثقافيه متواصله ومتعدده في بلادنا، وين ما فما ثقافه يكون برنامج توق الياسمين حاضر على عين المكان. الليله اخترنا باش نكونوا حاضرين في فضاء التياترو، باش نحضروا مع بعضنا عرض باسبور لحاتم القروي، خلينا نتابعوه مع بعض. شكرا لطوق الياسمين. باسبور عرض يكسر الحواجز بين الأنماط الفنية، فما سلام، فما المسرح، فما الموسيقى بنواحة، معناها من الأوبرا شانتوز ليريك أمل زديري، فما الروك، فما البلوز، فما التانجو، فما الريغي، كل شيء موجود، فما اللغات زادة، العربي، الفرنسي، الانجلي، شنو الاخر؟ هاك تشوف أمل زديري تنجم تصورها، هذيك المغنية الأوبرالية، فهمني؟ وفما اللبسة اللي تشوفوا فيها أنواع وأنماط من اللباس، خاطر اللعبة الكل أنه أحنا توانسة ماشي وتتسكر في وجوهنا في السفر، دونك قاعدين نحاولوا أن سو ديغيز باش يقبلونا في بعض البلدان. أنت في عالم معاك، منين جيت فكرة العرض؟ فكرة العرض كيكة، مناش كيف جيت كيف جيت جيت عامين وعامين التالي، عامين ولا أكثر شوية التالي، مع عيد غانم قلنا يلزمنا نعمل سبيكتاكل هكا مقربع فيه برشا حاجات وخماضه ومش كان بالعربي برك، ويتوجه للناس كل التوانسه بيان سور، هذيك اول حاجه، ما زاد يتوجه للجنسيات الاخرى، وهذا هو المبتغى، وان شاء الله يعجبكم سبيكتاكل. هذا الشعب تحسوا تسمع حسوا حكيته بدات بوح 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 خرج من كرشم ويوعوع ناوي على الخنن العائلة تبشبش وتعشعش وهو يفشفش ترعرع تتحتح وبطبط ولا يتمتم يجغجغ يبغبغ ويوكوك يبحبح ويبقبق ويتمصمص في البانو أمه خالط عليه تقبقب وتقنقن وتطبطب عالظهر وتلكلك ولدي يدندن يطنطن ويفنفن
والفرح يقهقه هيكي هي كاكا كا. البوقة مخلخل يعشعش يعرعر ويكشكش وامه تدل فيه تحت هسمس وتعشعش فيه من ثم لثم ولاش الفرخ يهشش ويدقدق يفتفت ويتفتف يزلزل ويزعزع زاد تنعنع حتى هو يمشمش ويمخمخ في المشخشخ يفعفع في البلاد ويزقزق بالموبيلات. نوفوتي في السبكتاكل هذا انه اول مره في تونس تصير انه الجمهور عنده الحق في اختيار نهايه العرض. فما زوج نهايات ممكنه في العرض هذا، نهايه واحد ونهايه اثنين، وبطريقه ديمقراطيه فما ابليكاسيون اسمها ايفي او في او اي غريك. دونك سيد نعمان لحيمر بارتنير نتاعنا في المغامره هذه. دونك الناس تاول باش يدخلوا ديجا قبل ما يدخلوا فما ليكيب هذو نتاع ايفي يقولوا لهم راهو كيفاش تيليشارجيو الابليكاسيون على تليفوناتهم. دونك يتيليشارجيو الابليكاسيون من بعد يقعدوا في اخر سبيكتاكل باش تجيهم انونس باش تقول لهم يختاروا هذه ولا هذه، وهما يختاروا ويخرج الريزلتا على الاكران. مثلا خرجوا 58% كذا و 42% كذا، دونك 58% هما اللي اختاروا النهايه هذيك، وحنا نتجهوا للنهايه هذيك. معناها انتم محضرين زوج نهايات؟ احنا محضرين زوج نهايات، والنهايه اللي تختارها الاغلبيه بكل ديمقراطيه احنا نفذوها. هذه حاجه جديده ما نشوفوها. اكزاكت، اول مره في تونس ما سمعتش بها قبل. D'un sujet plus que bateau, les balades en mer. Croisant les doigts, levant les voiles et prenant le large. Croisant les mers, en barque de pêche, navire de guerre ou bateau de croisière. Je traverse la mer jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée. De Tunis marine jusqu'à Marine Le Pen qui me demande de ne pas jeter l'encre. Pourquoi ne pas jeter l'encre, Madame Le Pen? Elle me répond, c'est même pas la peine. Il y a trop d'étrangers parmi nous, à commencer par moi-même. Pen est un mot anglais qui veut dire stylo en français. Je la prends au mot et je prends mon stylo et je noie ma peine dans l'encre de ma peine. Moi, qui voulais tant jeter l'encre par-dessus bord, dois-je me contenter d'une encre sèche? أمال سديري كما قلت لك مغنية أوبيرالية وعازفة كمانجا، عيد غانم عازف جيتار، رمسيس زيناتي عازف باس، ومحمد بالي عازف باتري، والعبد لله انتربريت معناها سلامور ممثل وساعات نغني. نقول لك معلومة نشوف يجيك التراك ولا لا، فما برشا ناس البر في بالي كومبلي الحمد لله. فما تراك؟ بالعكس التراك يتيح كي يكثروا العباد. وقت يجيك تراك يجيوك أربعة من الناس تقولش باش نعمل كيفاش. أما كي تعبى بالعكس أكبر شيخة للارتيست هو أنه سالة تبدا مع بي. الحمد لله. أنا باش نعمل أكومبانيمون بالفيولون وفوكاليز مع سلام وباش نغني كونتي بارتيرو. سيت اون شانسون ليريك. أول مشاركة هذايا؟ لا لا اون فيت عملناه برشا مرات. مش في عرض باسبور عندك ظهور اخر والا اول مره؟ عندي ظهور اخر. نعمل دي كونسير ليريك معناها يعني ابار السبيكتاكل نتاع باسبور وفوالا. Oh,
حصتنا الليلة مازلت مواصلة معاكم وتويكا. خلينا نمشي للفقرة المصورة اللي حضر هنا زميلنا حسني دبيش، نتفرجوا من بعد نرجع. اشتباك فيلم مصري جديد يعرف هذه الأيام بقاعات السينما يتحدث عن الثورة المصرية. عربة تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين وشخصيات تمثل كافة أطياف الشعب. يتفاعل داخلها عدد كبير من الشخصيات ضمن دراما تتضمن لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضا. زين تبقى وحشة عنده فوبيا من الأماكن المغلقة. زين شاهدنا العرض الأول المخصص للصحفيين لرصد آراء الفنانين ومنتج الفيلم. بتعملوا ده غباء؟ بالعكس ما حدش فيهم واخد باله اصلا. كان فيلم افتتاح قسم نظرة التلمذات في مهرجان كان، والفيلم بعد كده راح مهرجانات كتير. من جوائز المهمة اللي حصل عليها هي جوائز مهرجان قرطاج، يعني الثلاث جوائز اللي حصل عليها في قرطاج كان وجهة نظري من أهم الجوائز اللي حصل عليها الفيلم. يعني أول عرض للفيلم في يعني أول عرض تجاري بعد قرطاج هو الكوليزير. طبعا أنا سعيد لأن القاعة دي قاعة ليها تاريخ كبير وقاعة من أكبر قاعات أفريقيا، وأنا حضرت فيها عرض ممتاز لاشتباك وقت مهرجان قرطاج. كانت يعني 1800 مشاهد في القاعة، كان في طاقة وشعور يعني حلو جدا بعد العرض. يعني اتأكد ما فيش سكر تاني غير واحد. يا جماعة الوضع اللي كان فيه، وحتى الآن يعني بعض المجتمعات العربية في وضع اشتباك ما بين أو انقسام، ممكن نقول عليه انقسام ما بين فئات الشعب المختلفة في لحظات فارقة في تاريخ العربي المعاصر بالتحديد في مصر. يعني في 2013 في شهر 7 وشهر 8 كانت فترة فيها انقسام كبير، وكانت فيها صراعات كبيرة في الشارع، صراعات ما بين الشعب وبعضه وما بين الشرطة ومتظاهرين. ويعني كانت فترة صعبة جدا، وإحنا لسه بنعاني من يعني على المستوى السياسي والاجتماعي لسه بنعاني من بعض هذه الظواهر.
بالرغم ان في طبعا تقدم كبير على المستوى السياسي في مصر والامني وكل حاجه، لكن الفيلم مش معني بس بالسياسه، هو معني بالقضيه الانسانيه بشكل اكبر، فكره التعايش، وان احنا كلنا في عربيه واحده في الاخر، احنا لازم نلاقي طريقه ان احنا نعرف نتقبل الاخر، نعرف يبقى فيه لغه حوار، يبقى فيه وسيله للخروج من النفق المظلم اللي احنا كلنا فيه. يعني واقع السينما في مصر شنو الحال بعد الثوره؟ فما افلام، فما انتاجات، فما حركيه؟ عام 2016 بالنسبه للسينما المصريه كان من افضل اعوامها من يمكن اكتر من 10 سنين او اكتر. يعني كان في حركه سينمائيه، كان في افلام مهمه، كان في ايرادات، شباك تذاكر، جمهور. نتمنى من المزيد طبعا، لان احنا مصر 90 مليون نسمع، يعني احنا نتمنى ان احنا يبقى في، بدل ما يبقى 35 او 40 فيلم نبقى بننتج 100 فيلم، ويبقى في ايرادات اكبر، ويبقى في تواجد اكتر للسينما المصريه في المهرجانات الدوليه والاسواق الخارجيه. واعتقد ان سنه 2016 كانت خطوه في الطريق الصحيح. يعني ترشي حتى في السينما في تونس في تطور، فما افلام سنة، فما انتاجات. تونس 2016 يعني من افضل الافلام على مستوى المهرجانات اللي احنا شفناها سواء عربيه او عالميه، كانت افلام تونسيه. انا شايف ان السينما التونسيه برضو في ازدهار، ان في دار عرض، صحيح قليله بس في جمهور، والجمهور التونسي يعني انا فوجئت وقت ما كنت هنا في قرطاج ان الجمهور التونسي من فعلا جمهور عظيم، يعني جمهور عريق وبيحب السينما بجد، وشعب متذوق للفن. يعني هو انتوا بتعملوا هنا ايه؟ طب اقول عليكم ولا ايه؟ بالغلط والله يا جدعان، اكيد يا اخوان، والله العظيم يا اخوان، يعني مكمل تليفون واحده بس هتحل الفلوس ده كله. طب كام الراكش؟ بص الثاني ده بيعمل ايه؟ بصوا بصوا يا شباب، خلوا فراغ. يعني انت تبع مين يعني؟ احنا صحافه. صحافه؟ أنا بعمل شخصية حسام، موظف بسيط جدا عنده حلم وطموح إن ابنه يطلع في مناخ جميل وتبقى في حريات وحاجة تؤدي إلى إن الجيل الجديد اللي هو ابنه ده يعيش في حياة أفضل من هو عايش. ده حسام، شخصية حسام. والفيلم اشتباك شنو معناته الفيلم؟ أعطينا لمحة. فيلم اشتباك بيتكلم عن أزمة ما بتحصل لمجموعة من المصريين داخل عربية الترحالات، بيخشوا العربية مختلفين، بيخرجوا من العربية متصالحين. ما عنديش فكرة واضحة، ولكن عندي فكرة صغيرة على فيلم اشتباك، اللي هو فيلم يعتبر جيد وفيلم ممتاز، لأنه قريت شوية برك عليه، نعرف اللي شارك في مهرجان كان أخيرا، نعرف اللي تحصل على الجائزة في أيام قرطاج السينمائية، نعرف اللي الفيلم خاص، يعني ان بو سبيسيال، بريسك ان ويكلو، ما يلقب بالويكلو في السينما، يعني ذول الاحداث الكل تصير في باص نتاع، هي حفله نتاع شرطه باقه باللغه نتاعنا التونسيه. دونك الخصوصيه نتاع الفيلم هذايا خلتني نجي اليوم نشوف الفيلم هذايا، مع العلم انه فما جيل جديد من المخرجين الشبان المصريين اللي قاعدين بالحق يقدموا في إضافة للسينما العربية بصفة عامة. فما برشة تجارب ممتازة، فهمت، تستحق أو تستحق التشجيع، ويزمنا نشوفه احنا، خاطر نتقابلوا ساعات في بعض المهرجانات، دونك نعرفوا شوية بعضنا المخرجين اللي من جيل هذي الكل. دونك الفيلم ان شاء الله يلقى نجاح في تونس، لأنه بالحق مهم، والناس اللي حكيوا عليه الكل قالوا لي الفيلم ممتاز، دونك ان شاء الله العباد تجي تتفرج كثرة. بعد إذنك
يا جماعة يا اخوان ملك الافراس عندكو؟ لا مش هنا. ما حد شافه؟ مين المسؤول عندك؟ انا دكتور صهيب شكري. دكتور صهيب؟ هو ده عمرو دياب بتاعك ولا ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ حضرتك كويس؟ الحمد لله. نظمتوا نفسكوا؟ لسه. طب انجزوا، عاوز اسماء الاخوه كلهم عشان نحشر اللي اتمسكوا. عادل يا دكتور. حاضر. طيب اي اخوه في العربيه هنا ينضموا لنا عشان ننظم نفسنا. ده اخوانا. ايوه. حضرتك اخ معانا ان شاء الله؟ معاكم من البدايه، بعطيكم صوتي بالانتخابات. لا هو مش موضوع انتخابات، هو حضرتك يعني عضو منتظم ليك اسره وتدفع اشتراك وكده؟ لا لا هو محب، لكن انا اخ منتظم. محمد خوي. طب استاذنك احنا هنيجي على جنب عشان الناحيه دي تبقى الاخوه المنتظمين بس، بعد اذنك. ثواني ثواني. لو في حد تاني في العربية من الإخوة منتظم من فضلكوا يجي هنا ويرفع إيده. شكرا لطوق ياسمين. إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم واستمتعتوا بالفقرات الثقافية اللي قدمناهم لكم الليلة من خلال طوق ياسمين. في النهاية مقعد اللي كان باش نقول لكم كان صباح على خير، ونتقابل معاكم في حلقة جديدة من طوق ياسمين. باي باي. شكرا شكرا لطوق ياسمين. وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفي معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل من